خير كابتن شوبير، اهلا وسهلا. ازيك يا فندم، اهلا بحضرتك. يعني يخليك. اعتقد انتوا نفسكم يا استاذ طارق راضيين، يعني حاله الهدوء اللي موجوده عند الجماهير وحاله الرضا اللي موجوده عند الاعضاء بتديكوا ثقه ان انتوا تشتغلوا بشكل افضل وتنتجوا بشكل افضل كمان يا استاذ طارق. والله ارجو ان يدوم الكلام ده حضرتك كابتن شوبير، وبشكل طبعا المقدمه اللي حضرتك قلتها. ربنا يخليك. احنا والله بص يعني الحمد لله على كل شيء طبعا، لكن احنا برضو الرضا لسه مش احنا كاعضاء مجلس او اعضاء لجنه لسه مش حاسين بالرضا الكامل. نعم. لان احنا عندنا طموحات كتيره والوقت قصير. نعم. احنا بنجاهد عشان نوصل لاحسن حاجه خلال المده دي الحقيقه. نعم. لكن احنا نفسنا نعمل احسن من كده واكتر من كده يعني. طيب خليني يعني بس اقول للناس انه انجلترا متقدمه على الدنمارك بهدفين مقابل هدف، هاري كين سددها، الحارس صدها، ثم عادت اليه مره اخرى ليسجل الهدف الثاني وهدف التقدم للمنتخب الانجليزي، لان احنا اذاعه وتلفزيون فناس كتير جدا بتسمعنا في الراديو. طيب خليني بقى اسالك الاهم بالنسبه لجماهير نادي الزمالك، هو قصة التجديدات إلى أين وصلنا؟ والحقيقة استفزني جدا 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 صورة فرجاني وهو بتشيرت نادي الزمالك وكأنه يعني بيقول للجمهور يوم مرضى عنكو أنا هرجع لكو، بقاله داخل في 50 يوم بعيدا عن نادي الزمالك. هل ما زال الباب مفتوح للتفاوض مع فرجاني؟ هل الزمالك هيبقى بشروطه؟ هل هذا الباب أغلق؟ حضرتك أكتر واحد حدد لنا على هذا الأمر. والله حضرتك بص انا كان نفسي ان احنا يعني انا شخصيا يعني كطارق جبرين مش المجلس او اللجنه، رايي الشخصي ان الموضوع يتقفل تماما القصه. نعم. ومع ذلك احنا لغايه ايام قليله فاتت يمكن انا قلت في مداخله وكابتن حسين قال في مداخله في حديث، احنا لاخر وقت كنا فاتحين الباب انه هو يجي يحترم نادي الزمالك ويحترم جمهور نادي الزمالك. نعم. خلاص ويتكلم وجها لوجه ويعمل اللي هو عايزه في الاخر. نعم. يعني هو بص حاجه ده احتراف. نعم. وانا ما بزعلش من الاحتراف. صحيح. وما بزعلش من ان كل واحد يشوف الاتجاه اللي هو يرضيه او الاتجاه اللي فيه منفعه ليه. فدي حاجه ما تزعلنيش خالص، انا خلاص يعني تعودنا على الكلام ده والكلام ده بقى شيء طبيعي في العالم كله. نعم. لكن اللي بيضايق ساعات حضرتك ان هو يعني يلعب على حاجه معينه وما يبقاش فيه وضوح. نعم. ومواجهه. هي دي الزعل. وجماهير الزمالك او يجي منين هو حر يعني. طبعا جماهير الزمالك لا صغيره ولا قليله يعني. طبعا الزمالك طبعا. صنع نجوم عده بسرعة. نعم. يعني انتمائه للزمالك هو شرف وفخر النادي الزمالك يا استاذ طارق. طبعا طبعا يعني طبعا ده بالتاكيد. ومع ذلك احنا لاخر واحد عندنا احترام، عندنا تحضر في الكلام. نعم. ما هجمناش كابتن ساسي ولا دقيقة واحدة. نعم. ولغاية النهاردة ما بنتكلمش على أي حاجة سلبية. نعم. لكن كان نفسي بس يكون في مواجهة واحترام على الناس اللي هم منتظرينه. ويجي يقول له عايزه يعني هو حر. صحيح. يعني إن شاء الله يطلب 300 مليون يعني، ده فاهم قصدي إيه؟ نعم. وفي الآخر هنقول أه ولا وخلاص يعني. صحيح. صحيح. يعني ثالثة كانت خلصت من شهر فات يعني. طيب بمناسبة بس الملحوظة بتاعتي غير كده. نعم. ربنا يوفقه. طيب بمناسبة ساسي خليها أروح لأوباما، عندي معلومة بتقول إنه عنده عرض هو والنادي إعارة لنهاية الموسم بمليون ومتين ألف دولار لأحد الأندية السعودية، صحة هذا الكلام يا فندم؟ بص حضرتك الميديا في خلال الأسبوعين اللي فاتوا دولت يعني سمعنا حاجات كتيرة جدا وأرقام كتيرة جدا وعلى جميع اللعيبة تقريبا أو على أغلب اللعيبة، الكلام ده ما فيهوش شيء مش صح نهائي. كل الأرقام اللي اتقالت وكل الحاجات اللي اتقالت في الميديا خلال الفترة الأخيرة 90% منها مش صح، وما كانتش أكتر من النسبة دي كمان. اللعيبه بتاعتنا لعيبه كويسه محترمه، فما نستغربش ان يجي لها عروض يعني، ده شيء طبيعي. ده صحيح. ده صحيح. نعم. لكن اللعيبه ملتزمه بالملعب، ملتزمه بالنادي، كلهم عندهم استعداد للتجديد، مفيش مشاكل. هي بس ناخد واحد واحد وعلى مهلنا. والحقيقه العام موجود جدا في الملف ده طبعا كابتن فاروق جعفر وكابتن حسين السيد. نعم. ومعاهم بيبقى كابتن حسين لبيب واحنا طبعا كلهم معاهم، لكن يعني فاحنا ماشيين خطوه خطوه زي ما حضرتك شفت ثلاث لعيبه ورا بعض يعني في خلال يعني كل خمس ست ايام وكل اسبوع بيظهر حد بنجدد معاه بنخلص. نعم. التوقف دوت وفي اجازه انت عارف حضرتك في اجازه سلبيه. نعم. راحه سلبيه. يعني كله جاي في الطريق، فيعني انا بطمن جمهور الزمالك جميعا ان احنا ماشيين بخطوات ثابته بهدوء
ولما بيحصل حاجه بنعلن عنها. اذا لا يوجد عرض لاوباما؟ بص حضرتك يعني العروض دي بتيجي بتروح ومش اوباما بس يعني، لكن هو في الاخر حضرتك بس الارقام بقى صحيح. والتفاصيل لا اغلبها مش مظبوط. انا المعلومه اللي عندي انه عرض النادي الحازم $1,200,000 لاوباما لمده موسم، دي المعلومه اللي عندي، وانه وصل ايميل رسمي لنادي الزمالك بهذا الرقم وهذا العرض. لا انا شخصيا ما شفتش حاجه الصراحه. طيب تمام.